وعدة كذلك معطيات، وأنه حتى كذلك خليني أقول بين قوسين هو الاستثمار في الفرد بشكل أساسي، وهذا مهم جدا في عملية التكوين، وأعتقد بأنه حققنا من خلالها مجموعة من النتائج، وبدليل أنه مشاركات المؤسسة العسكرية في عدة ربما محطات على مستوى دولي كانت دائما تحرز مراكز متقدمة، ويشهد لها ذلك حتى في إطار تبادل الخبرات والتجارب، كان دائما يشهد لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي بأن لديها إطارات بمستوى عالي من الكفاءة، بمستوى عالي من التكوين، وبمستوى عالي كذلك من القدرة على الابتكار وعلى تقديم كذلك قيمة مضافة، وهذا الشيء يحسب لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي، بمعنى أننا خرجنا من إطار مؤسسة عسكرية بمهام معينة تقليدية كلاسيكية إلى مؤسسة احترافية، إلى مؤسسة كذلك عصرية، إلى مؤسسة تعي جيدا طبيعة التحديات والتحولات، وتعي جيدا كذلك طبيعة مسؤولياتها الاجتماعية الوطنية وحتى كذلك الإقليمية. أستاذ مناس مصباح، الآن في العرف السياسي وعرف العلاقات الدولية أين تكمن أهميته؟ إذن مباشرة الآن إلى شرشال، أين يصل في هذه الأثناء؟ نعم، يصل في هذه الأثناء رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، يصل إلى الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة ورب مدين بشرشال للإشراف على مراسم تخرج دفعات، وفي استقباله كما نتابع في هذه الصور رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريح. Thank you.